السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الدراسة في المانيا. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن ايه هو البلوكد اكاونت وجاوبنا على كل الاسئلة اللي ممكن تيجي في بالك. النهاردة بقى هنتعلم نعمل حساب بنكي مغلق في المانيا خطوة بخطوة، فعاوزك تركز معايا قوي الخمس دقايق اللي جايين دول. عاوز قبل ما نبدأ كده افكرك باهم ثلاث ورقات السفارة بتحتاجهم علشان تديك الفيزا الالمانية، واثبات القدرة المالية والترافل هيلز انشورنس والقبول الجامعي. في الفيديوهات اللي فاتت كلها اتكلمنا ازاي تجهز الاوراق وتقدم على الجامعة وتختار الجامعة المناسبة ليك لحد لما تجيب القبول الجامعي اللي هتجيب الورقة التالتة. باقي ورقتين مهمين جدا للسفارة وهي البلوكد اكاونت او اثبات القدرة المالية والترافل هيلز انشورنس. النهاردة هعلمك ازاي تجيب ترافل هيلز انشورنس ببلاش، لان على ايامنا كنا بنضطر ندفع حوالي 100 يورو علشان نجيب الورقة دي. النهاردة انا هجيب لك ترافل هيلز انشورنس ببلاش، مش بس كده هيغطيك كمان ب 30,000 يورو لو لا قدر الله حصل لك اي حاجة. من غير كلام كتير يلا بينا نبتدي. هتلاقيني سايب لك تحت الفيديو لينك هو ده اللي هتعمل منه الحساب البنكي المغلق، اي لينك تاني انت المسؤول عنه. يلا بينا. لما هتفتح اللينك هتلاقي الصفحه الرئيسيه بتاعت فينتيبا، وهتلاقي فيه نوعين من البلوكد اكاونت، البيزك والبلس. احنا هنعمل البلس علشان فيه مميزات كتيره جدا، من ضمنها الترافل هيلث انشورنس اللي قلت لك عليه. وما تقلقش هنبقى نعمل فيديو لوحده بنقارن ما بينهم، بس دلوقتي اعتمد مني البلس، ما تعطلش نفسك وتغلط غلطتي، ده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. ركز قوي بقى في كل كلمه هتتقال من اللي جاي ده. اول صفحه هتفتح لك هي البيرسونال داتا او المعلومات الشخصيه، هتختار من هنا النوع اذا كنت مذكر او كنت مؤنث. هنا هتدخل الاسم الاول، وهنا هتدخل اسم العيله، وهنا بنكتب الاسماء زي ما هي مكتوبه في الباسبور بالظبط، الاسم الاول في الباسبور والاسم الاخير في الباسبور. الاسم الاخير ده بيبقى اسم العيله، فلو اسم العيله بتاعك بس شهره مش موجود في الباسبور ما تكتبوش. وهنا هتقول اذا كنت غيرت اسمك بعد الجواز ولا لا. وهنا هتدخل تاريخ ميلادك والمدينه اللي اتولدت فيها والجنسيه، ولو عندك جنسيات تانية برضو لازم تدخل. وهنا هتدخل الحاله الاجتماعيه اذا كنت سنجل او متزوج، وفي الاخر هتقول له السبب من الاقامه لو انت طالب هتقول له ستاديز. وبكده تكون خلصت اول مرحله، وقف الفيديو ده ودخل البيانات بتاعتك علشان نروح سوا للمرحله التانية. وصلنا للمرحلة التانية واللي بنتكلم فيها عن شوية تفاصيل بسيطة عن الدراسة زي التاريخ المتوقع للوصول لألمانيا. وما تقلقش حتى لو انت مش عارف بالظبط انت هتوصل ألمانيا امتى، ممكن ببساطة تدخل اي تاريخ متوقع، مش شرط 100% شور عشان ده سهل جدا تغيره اول لما توصل ألمانيا ان شاء الله. السؤال التاني بيقول لك هل انت بتخطط تدرس في جامعة في ألمانيا ولا لا؟ اكيد هتقول له اه، وهيفتح لك الأسئلة دي. والسؤال ده بيقول لك هل بتخطط انك تدرس سنة تحضيرية او كورس لغة قبل ما تبدأ الدراسة؟ لو ايوه هتقول له يس، ولو لا هتقول له نو. ولو عاوز تعرف تفاصيل اكتر عن السنة التحضيرية والقبول المشروط والغير مشروط والحاجات دي، احنا عملنا فيديو مخصوص بيتكلم عنها، هتلاقيه تحت في الديسكريبشن بوكس او هتلاقيه موجود هنا فوق. السؤال اللي بعد كده بيقول لك هل انت معاك قبول جامعي او بتتوقع ان انت يجي لك قبول جامعي قريب؟ هتقول له اكيد ان شاء الله، وهتدخل اسم الجامعه. بعد كده هتدخل تاريخ بدايه الترم الدراسي، وما تقلقش برده من التواريخ، لو انت ترم شتوي تقدر تبدا في 1/10، ولو انت ترم صيفي تقدر تبدا في 1/3. وبكده نكون خلصنا المرحله الثانيه. المرحلة التالتة والقبل الأخيرة أسهل وأسهل من المرحلتين اللي فات، هيسألك عن شوية حاجات ليها علاقة بالضرايب لو أنت معاك جرين كارد لليو اس، وطبعا معظمنا هنقول له نو 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 نو. المرحلة الرابعة والأخيرة واللي فيها هتدخل الإيميل والباسورد بتوعك، ولازم الإيميل ده تبقى أنت بتستخدمه لأن ده اللي هيجيلك عليه كل النوتيفيكيشن المهمة، وممكن هنا تدخل رقم تليفونك ودي حاجة أوبشنال ممكن تعدلها في أي وقت بعدين. وهنا تقدر تدخل الفويتشر كود أو كود الخصم بتاعك، أنا حاليا بتواصل مع فينتيبا علشان أجيب لكم كود خصم كويس، وأول ما يوصلني إن شاء الله هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس. آخر حاجة هتكتبها هو الباسورد، وحاول يكون سهل وبسيط علشان تقدر تفتكره لأن ده اللي هتعمل بيه لوجن بعدين. بعد كده هتأكسبت كل الحاجات اللي تحت دي وهنضغط order now. ودلوقتي لو رحت فتحت الميل بتاعك هتلاقيهم بعتولك verification email، اول لما هتضغط على تأكيد هيفتح لك الصفحة دي، هتقول له start now وهتعمل login بالايميل والباسورد بتوعك. اول لما تعمل login هيفتح لك الصفحة دي، زي ما انتوا شايفين في شويه بيانات ناقصه، ولو ضغطت فوق هنا هيفتحهم لك كلهم. ما تقلقش كلها حاجات بسيطه زي الباسبور والرقم الضريبي والعنوان بتاعك. تعالوا نفتح اول واحد وهو البيانات الشخصيه، هنلاقيها كامله زي ما دخلناها مش ناقصها غير العنوان بس. بكل بساطه هتدخل عنوانك في بلدك، ولما تيجي المانيا تبقى تغير العنوان. بعد كده هنسيف الداتا، وزي ما انت شايف اول لما بتعمل سيف بيعمل لك العلامه الخضراء دي. تعالوا نختار حاجه كمان زي التاكسس، وزي ما انتوا عارفين الطلاب في المانيا مش بيدفعوا ضرائب، فهنا هنقول له لا وهندخل المانيا، وهنا برده هنقول له لا وهنعمل سيف.
الصيف، وهنستنى العلامة الخضراء اللي فوق دي. بعد كده نيجي للباسبور، وهنا هنقول له ايوه ان احنا معانا باسبور، وهندخل الرقم بتاعه هنا وتاريخ الاصدار والانتهاء وجهة الاصدار كمان، والحاجات دي كلها هتلاقيها موجودة عادي في الباسبور، وبرضه هنعمل سيف للداتا. وبعد كده هنكونكت رقم التليفون بتاعك. اول لما تدخل رقم التليفون هيبعت لك كونفيرميشن كود عشان يتاكد ان ده رقمك فعلا، هتدخله هنا وبس كده. اخر حاجه هنا بيعرض عليك اول 3 شهور ببلاش من كورس لغه، فدي انت حر فيها اذا كنت تاكسبت الهديه دي او لا. انا عن نفسي هقول لا. بعد كده هنروح نعمل البلوك اجريمنت، ودي بكل بساطه بيقول لك المبلغ اللي بتطلبه الحكومه الالمانيه او السفاره علشان تغطي تكاليف المعيشه في المانيا. زي ما انتم شايفين ده المبلغ اللي بتحتاجه في الشهر. وهنا بيسالك انت عارف هتقدم البلوك ده اكونت ده لمين، هتقول له ايوه وهتكتب الماني، وهنا هنختار نو. ما تنساش طبعا تعمل سيف للداتا. وكده يبقى خلاص خلصنا، ما فضلش بس غير انك تفيريفاي الباسبور بتاعك والقبول الجامعي. كل اللي عليك تعمله انك هتصور صوره واضحه للباسبور بتاعك، او ممكن تعمل له ابلود من هنا، وده الشكل الصحيح لصوره الباسبور. وبعد كده هتاخد صوره سيلفي مع الباسبور بتاعك، وشك فيها هيكون واضح وكمان الباسبور. اخر حاجه معانا وهي انك هتعمل ابلود لخطاب القبول بتاعك او الادميشن ليتر بتاع الجامعه، ده لو معاك، ولو مش معاك اول ما يوصلك ارفعه. وبكده مبروك عليك، عملت حساب بنكي مغلق في المانيا تقدر تحول عليه الفلوس بتاعتك في اي وقت. زي ما انتم شايفين الموضوع كان سهل وبسيط جدا، وما احتجتش حتى تدفع اي حاجه قبل ما تفتحه. غالبا الفيريفيكيشن بتاخد لها من ساعه لحوالي يوم بالكتير قوي، واول ما حسابك هيبقى فيريفايد هيبقى معاك كل البيانات بتاعه البلوك ده اكونت بتاعك، زي الايبان اللي هتحول او الرقم اللي هتحول عليه كل الفلوس بتاعتك. ولما الاكونت بتاعك يبقى جاهز وكل حاجه تمام، هتلاقي الترافل هيلث انشورنس اتعمل له اكتيفيشن ونزل الديكومنت بتاعته، تقدر تدونها وتروح بيها السفاره وهتاخده ببلاش تماما، وده بيغطيك بقيمه 30000 يورو ومش هتدفع فيه اي حاجه، هتاخده ببلاش تمام. لو لسه عندك اسئله عن البلوك ده اكونت هتلاقيني غالبا مجاوبها الفيديو اللي فات، ولو مكسل تقدر تكتبه في الكومنتات او تبعت لفنتيبه على طول. الايميلات بتاعتهم بتبقى سهله وبسيطه جدا، وبتبقى حتى فريندلي كده، وده هتلاحظوه من شكل الايميلات بيبقى فيها ايموشنز وجمال قوي الناس دي. المهم ما تنساش تشوف باقي الحلقات اللي بتتكلم عن الدراسه في المانيا. وشكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي.